أقولها بصدق، اليوم استطاعت جبهة المستقبل اليوم يعني اتخذنا ادينا الاستمارات البارح، اليوم راه عندنا الحد الأدنى باش يترشح عبد الجبار تبون، يعني يتكلم على 600 ناخب. نعم. المفروض يكون عند رئيس الجمهورية ولا أي مرشح. نعم. يستطيع أن يترشح انتخابات الأسئلة. هذه جبهة المستقبل فقط؟ لا، احنا ادينا 3500 استمارة. نعم. وزدت حصلنا على المنتخبين على 1000 استمارة، يعني 4500 و4500 ستكون جاهزة. نعم. يعني أنا قلت لك الحد الأدنى راه موجود، ودينا أكثر من دينا 51,000 استمارة تاع مواطنين وزعت بالكامل على مستوى كل الولايات. نعم. لدى إطاراتنا وراهم قائمين على العملية، وسنحصل على استمارات وعلى توقيعات صادقة خالصة للمترشح، بعيدا على ممارسة الماضي، بعيدا على التهويل وبعيدا على التمييع، ولا ندير لا نريد لا جزاء ولا شكورة، نريد فقط أن نحقق طموحاتنا الوطنية المشروعة في إطار عمل حزبي هادف، لا غلو ولا تشنج ولا تقصير. نريد أن نكون في المستوى تاع حزب سياسي موجود في الساحة الوطنية، نضع الأفكار اللي تخدم المجتمع الجزائري، ولا نريد المرشح نتاعنا أنه يقع في المحظور في أشياء التي شفناها في الماضي. فعلى ما أظن انتهت عملية جمع التوقيعات بالنسبة لكم؟ احنا بالنسبة لنا الحد الأدنى موجود، ولكن العملية مستمرة إلى يوم. إحنا هذا السؤال وجهه لي بمناسبة ندى صحفية، قال لك هل تستطيعون يعني في ظرف قياسي؟ نعم. قلت لهم إحنا في نهار غد، لأن قانون الانتخابات يقول 600 ناخب أو 50,000. نعم. إحنا 600 هذه جاهزة، يعني كنا معطين رواحنا ومعطين قيادينا والمنتخبين تاع عطينا التعليمات واجدين جاهزين، إحنا حزب.